رصيد المستقبل بإذن الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون على قدر هذا المقام، ونستغفر الله في المقام الأول عن كل خطأ وزلة وضعف في أداء الواجب. كنا نعامل أيضا أدوات إكمال مشروع النفط، وكنا على وشك الاحتفال في اليوم القادم ونحن على اصفرار الشمس. جاءنا نفر من تلك البلاد المستعمرة ويبحثون عن الوزير، وكانت الرسالة أننا لا نستطيع أن ندير هذه الماكينات لأننا نسينا شفرة التدوير في نيويورك. وقلنا لماذا جئتم؟ نحن نعلم أن ذلك هو التعامل، ولكن كان الكلام بالنسبة لهم إما أن تدار هذه الماكينات، فإن لم تفعلوا سنفعل، ولكن إن لم تفعلوا لن تخرجوا من هذه البلاد لبلاد أخرى بإذن الله رب العالمين. فعادوا من بعد ربع من الساعة قالوا وجدنا هذه الشفرة في قاع الحقائب التي كانوا يحملونها. ذلك هو التعامل، وفعلوا معنا نفس القضية عندما أردنا أن نصدر النفط في أول باخرة تخرج من ميناء بشاير، فانتظرناها بعد اتفاق اليوم الأول والثاني والثالث حتى اصطف الناس في الاحتفال، وبدأنا الاحتفال فجاءت السفينة من بعد تآمر متصل. فإخواني الكرام، إن كان هناك من اعتداء على هبليج فهي نفس القصة التي بدأ بهذا النفط. ولكننا نقول لأهل السودان ولشباب السودان أن مقام السودان أكبر من هذا التآمر وأكبر من هذه الدول المستعمرة، لأننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعرض لكل الإيذاء وكل المحاصرات وكل التجويع وكل الطرد، ولكنه استعصم بالله رب العالمين الذي قال له يا محمد إن لم تصدع فما بلغت. نحن نقول في بلاد السودان بالصوت العالي والكلمة التي لا تعرف اللجاج هنا أو هناك أننا لا نركع إلا لله الواحد الأحد، ولا نسأل منه إلا من خزائن الله التي لا تفنى. ولذلك إخواني الكرام هذه تآمرات، ولكن البشرى من بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي من يصطفي. ولذلك نرجو أن يكون أهل السودان الذين يقدمون النموذج في كل أنواع الكيد والمكر، نقول أبشروا شباب السودان بمستقبل واعد، وإن شاء الله ليس هذه رجعة النفط بالقدر الذي كان فيه، ولكننا ننظر للمستقبل وننظر لخيرات كسر بإذن الله رب العالمين. ونحن نرجو أن يكون الشباب أفضل من الشيوخ، وأن يكون مستقبلنا أفضل من سابقنا من الأيام التي مرت. وإني لسائل هذا الشباب لهذه اللحظة، هل أنتم على قدر هذا التحدي؟ أريد أن أسمع صوتا عاليا، هل أنتم على قدر هذا التحدي أم لا؟ هل أنتم مقدمون أم لا؟ هل أنتم متأكدون أم لا؟ هل أنتم مؤمنون بالله رب العالمين أم لا؟ هل أنتم واثقون من نصر الله رب العالمين أم لا؟ فإن كانت الإجابة نعم فابشروا بنصر الله رب العالمين وبعطاء الله الذي لا يطير. والتحية عبركم لشباب وزارة النفط الذين كلفناهم بالليل والنهار، واجهوا الصعاب وصلاء النار وحمي اللحام، ولكنهم أيضا كانوا على قدر هذا التحدي وكانوا على قدر التكليف، فجاءوا إليكم بهذا النفط عائدا سليما مطمئنا. ونحن نلجي التحية لإخواننا في كل القوات النظامية وكل مجاهد السودان الذين لا فرق بين المدني والعسكري. هذه أمة نهضت ولن ترجع بإذن الله رب العالمين. فامضوا على بركة الله وليوفقكم الله سبحانه وتعالى، ونحن مؤمنين بنصر الله رب العالمين. الله أكبر، منصورين بإذن الله.
حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.